الرايحه السنجل اللي بدت تعزل مثل القمر بنص شهره فات ام العريس دورها نوري شيخه بنت الطرف والشان ام عماد بنت الطرف والشان ام عماد بنت الطرف والشان اميرهم عرمت الجندل وفنها الطيب والاحسان الليله النوها يا الغالي يوم عماد الليالي في يسبت في ربي مدى الأزمان يسعد في ربي مدى الأزمان يسعد في ربي مدى الأزمان ايه فرحي والفرح فرحي فرحة وفا قرة الأعيان يوم السنع والخلق والي شيخ النساء للشيخان مبروك لك العريس الزين الدرية اللول والمرجان يا الله عسى دومي تتهنم وسعد بالك مدى الأزمان يا بنت شيخ فعلات بي والدم وقيت لها برهان أبو عماد سيف أبو حاتم والصعب ما بين يديناها والصعب ما بين يديناها والصعب ما بين يديناها رمز الكرم في العصر والنين والطيب والجود هو عنوان تعجز على القيفة أخذت كل الحلاوة الزين من دون منقوط أو إنصار وإخوانك حي الوافين يرجال عند الوعد شجعة الختم عند الولي داعين تسعدنا دايم مدى الأزمان مدى الأزمان 2 7 9 يا أهل القصر وقفوا صفين رشوا والورد والرايحان واستقبلوا اللي بدت بزين مثل القمر بنص شهر أحزان أم العريس نورها نورين الشيخة بنت الطرف والشان أم عماد بنت الطرف والشان أم عماد بنت الطرف والشان أميرهم عربة الجندل وبالها الطيب والإحسان الليلة غنوها يا الغالي غنوناها بعد ضل الحان يوم عماد الليالي الزين يسعد قربي مدى الأزمان يسعد قربي مدى الأزمان يسعد قربي مدى الأزمان ايه فرحي والفرح فرحي فرحة وفا قرة الأعيان يوم السمع والخلق واللين شيخ النساء للشيخان مبروك لك العريس الزين يا الدرية اللول والمرجان يا اللي جمالك يسر العين فيك الدلع والحلا فتان يا الله عسى دومي تتهنم وسعد بالك مدى الأزمان يا بنت شيخ فعلات بين وقت المواقف لها برهان أبو عماد سيف أبو حاتم والصعب ما بين يديناها الكرم في العسر واللين والطيب والجود هو عنوان البيض وين وخواتك وين بالوصف تعجز على القيفة أخذت كل الحلاوة الزين من دون منقوط أو نقصان وإخوانك حي الوافين يرجال عند الوعد شجعة الختم عند الولي داعين تسعدنا دايم مدى الأزمان الاتصال 0534516279